حديثنا في هذه الحلقة عن شخصية تستحق منا كل الاحترام والتقدير، مع أن أكثر تفاصيل حياتها لم تعد مذكورة أو نسيها الناس. تعلمون أنه حينما قامت الحرب العالمية الأولى زج بالعراقيين في الجيش العثماني، حيث حارب الجنود في ساحات قتال صعبة، وكثير من هؤلاء أو معظمهم حقيقة لم يعودوا إلى بلادهم قط، ماتوا في جبهات القتال، أكثرهم أرسل إلى جبهة القفقاس وهي مناطق باردة في فصل شتاء قارس. كانت هذه البيئة الجديدة سبباً مع ظروف أخرى، يعني الطعام وغير ذلك والبرد الشديد حقيقة أدى إلى إصابة كثير منهم بمرض الكنجرين، وبالتالي قطعت أطرافهم وماتوا بعد ذلك في ظل ظروف الحرب، خاصة الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى 1918. لم تكن الخدمة الطبية متوفرة، وكانت الظروف بالغة الصعوبة، وبالتالي كان من يزج به إلى تلك الساحات البعيدة والقاسية يعني كي يودع أهله، ولا ينتظر العودة أصلا إلا من خلال رحمة ربه، يعني أنما في الظروف الطبيعية لم تكن هذه العودة يعني أملا ممكنا في ظل تلك الظروف. كثيرون أبدوا بطولات مهمة وخاضوا غمار معارك لم تكن متكافئة، لكنهم أبلوا البلاء الحسن في القتال وفي كل ما تتطلبه المعارك من ظروف ومن عمل ومن أعمال. لكن المشكلة أن هؤلاء أكثرهم أو كلهم إلا من رحم لم يتركوا مذكرات يسجل فيها ما قاموا به وما رأوه وما خاضوه من معارك وما أبدوه من بطولات. هؤلاء كانوا مشغولين بظروف الحرب، وبالتالي لم يتركوا لنا شيئا نستدل به على ما أبدوه من تلك المواقف الشجاعة والبطولات الفريدة. فذهبوا وذهبت معهم ذكرياتهم، وذهب مع هذه الذكريات التاريخ نفسه. نعلم أنهم ذهبوا ولكن لا نعرف ماذا فعلوا بالضبط، يعني لعدم وجود الوثائق أو لأن الوثائق الرسمية، يعني الوثائق هنا هي جريدة الحرب التي كانت تصدرها السلطات العثمانية، قد ربما كن ذكرت بعضهم ولكنها ذكرت أسماءهم، ذكرت نيلهم لهذا الوسام أو ذاك. نعم أحيانا تذكر يعني الجريدة الرسمية للحرب بعض هذه المعلومات، ولكنها لا تفصل في سيرهم الحقيقية وفي معاناتهم وفي ما كانوا يفعلون وما أدوه من أدوار ليستحقوا تلك الأوسمة التي حصلوا عليها في تلك الظروف. ثم أن الحرب العالمية الأولى امتدت لتشمل جبهات عدة في أوروبا، في قفقاسيا، في أوروبا، في الوطن العربي، في مناطق كثيرة، في فلسطين، في مصر، وبالتالي كانت سعة هذه الجبهات سبباً آخر في ضياع كل ما يمكن أن يعني أن نتأمله من سير أولئك الذين خاضوا تلك المعارك. يعني ساحات واسعة ووضعت تفاصيل حياتهم في تلك الساحات الواسعة. لكننا حقيقة سعدنا تماماً حينما عثرنا على مذكرات ضابط عراقي لم نكن نعرف عنه قبل عثورنا على هذه المذكرات. حالة نادرة وفريدة أن ضابطا يكتب مذكرات عن هذه الحرب وعن ما فعله وما فعله زملائه.
ذلك هو ضابط مهدي، اسمه مهدي الرحال، وهو أبو الفنان الراحل خالد الرحال، الفنان العراقي المعروف. حصلت على هذه المذكرات منه أو من حفيده على وجه التحديد، وقرأتها فوجدت فيها مادة فريدة تكشف عن نموذج لأولئك العراقيين الأفذاذ الذين خاضوا غمار الحرب العالمية الأولى وحصلوا على النياشين وعلى الأوسمة التي دلت على شجاعتهم، وفي ساحات متباعدة تماما وفي ظل ظروف صعبة، وحينما عادوا إلى وطنهم كانوا هم أوائل المؤسسين الرواد للجيش العراقي. مهدي الرحال من أسرة الرحال، أسرة عربية معروفة في موطنها الأول من مدينة عانة، واشتغل أجدادها أسلافها بالتجارة، وعرفوا بالرحال لترحلهم انتقالهم المستمر من بغداد إلى حلب إلى دمشق إلى مدن أخرى في بلاد الشام في مصر في العراق في الهند، وبالتالي سموا بآل الرحال لكثرة ترحلهم وتنقلهم. وحتى كان لأحدهم أسطولا من السفن يعني يبحر به من بين البصرة وبين الهند، وكانت تجارته وفيرة ومهمة، ولكن يعني عاصفة ما أدت إلى غرق عدد كبير من السفن، وبالتالي يعني انقلب الحال وضاعت تلك الثروة. على أي حال هذه الأسرة يعني العربية من حيث الأب، نعم أمه كان يعني بعض من أسرتها لم يكن عربيا، ولكنها كانت تعيش في عانة ومارست التجارة كما قلنا. ومهدي هذا هو الذي ذهب إلى بغداد وسلك في مسلك الدراسة العسكرية، درس في المدارس العسكرية الرشدية والإعدادية، الإعدادي عسكري، وكان مقر هذه المدرسة في مكان المبنى الذي شغلته حين من الدهر دائرة المحاكم في أسفل أو في جنوب القشلة الحالية، والآن تشغله بعض مؤسسات أمانة بغداد الثقافية، بعض يعني مضافات الأمانة في تلك المنطقة قريبة من شارع المتنبي. درس العلوم العسكرية هناك وسافر إلى واصل دراسته في إسطنبول، حيث درس في مدرسة المهندس خانة. المهندس خانة هي دار الهندسة، بمعنى دار الهندسة أو يعني المعهد العسكري المتخصص بسلاح المهندسين. اسمحوا لي أن أقلب بعض صفحات هذه المذكرات أو بعض الملاحظات المستمدة من هذه المذكرات المهمة الفريدة. لا علم لي بمذكرات مثلها بهذه الأهمية. المذكرات تشغل دفتراً كتب عليه مرة بالقلم الحبر ومرة بالقلم الرصاص، ملاحظات متفرقة ولكنها تشكل صورة حياة هذا الإنسان العراقي الشجاع. يعني من المعلومات التي ربما تستحق أن نذكرها، هو يذكر اسمه كاملاً في مطلع هذه المذكرات، ونسب أبيه يقول: إني مهدي بن محمد صالح بن سليم الرحال، ولدت في بغداد سنة 1891 من عائلة عربية الأصل ومن قرية راوة عشيرة البعبيد، وحقيقة في مكان آخر يقول في عانة، يعني وفي القريتين كان متجاورتين لا يوصل بينهما إلا نهر الفرات، وعاش شطرا من حياته هنا وشطرا هناك، ويعني درس في بغداد في الإعدادي العسكري، ودرس في مدرسة الحاج حسن، أحدى مدارس بغداد
قرب مسجد أبي النجيب السهروردي المقابلة، كانت طبعاً المقابلة للنادي العسكري الذي عرف بنادي الضباط الأعوان لفترة من الوقت في فترة الثمانينات. وثم يعني هدم هذا النادي وألحقت أرضه بمؤسسة بيت الحكمة، المؤسسة الثقافية المعروفة في بغداد اليوم. درس هناك و يعني تقدم في العلوم العسكرية من خلال انتظامه في المدرسة الرشدية العسكرية اللي أنشأها مدحت باشا سنة 1871، وكانت تشغل مبنى الإعدادية المركزية اليوم التي يعرفها كثيرون من طلابنا من أبنائنا. وبعد ذلك درس، ذهب إلى إسطنبول ليدرس علوم الهندسة العسكرية. تشير هذه المذكرات الطريفة حقيقة والمهمة إلى أنه حينما تخرج من مدرسة المهندس خانة في عام 1908، يعني قبل قيام الحرب العالمية الأولى بست سنوات برتبة ملازم ثاني، عين في صنف مدفعية الصحراء في الأوردو. الأوردو بمعنى الجيش أو الفيلق الثاني العثماني، ومقره في مدينة أدرنة في الجزء الأوروبي من الدولة العثمانية. عين في هذا الفيلق، ولكنه لم يلبث أن عاد إلى بغداد متمتعا بإجازة نظامية. لا يذكر سبب عودته، ربما كان يريد أن يكون قريبا من أسرته كما يفعل كثيرون من هم مثله في ومثل عمره. ربما كان نقله من خلال معرفته بمحمد شوكت باشا والي بغداد، تولي لأنه كان زميلا له أو قريبا منه في أثناء الدراسة، فنقل إلى بغداد، التحق بفريق المدفعية للفيلق الثالث للأوردو الثالث. أول العمليات العسكرية التي ذكرتها هذه المذكرات مما قام به وشارك به هذا الضابط العراقي هي قمع بعض الحركات التمردية التي جرت في مطلع الحرب العالمية الأولى، يعني ليست في الجبهات الكبيرة وإنما قمع بعض الحركات التمردية هنا وهناك. ثم نقل بعدها إلى بلاد الشام، حيث التحق بالجيش الرابع العثماني. كان الدولة العثمانية كانت تخصص لكل منطقة مهمة جيشا خاصا، وتشترك هذه الجيوش في العمليات العسكرية الكبرى، فالتحق بقيادة الجيش العثماني الرابع وشارك في الهجوم العثماني على قناة السويس. وبعدها نقل إلى أدرنة حيث التحق بالفيلق الثاني الذي سبق أن التحق به، يعني عاد إليه. ومنها عاد إلى غزة حيث ترفع إلى رتبة عسكرية الأعلى في عام 1916، وتقدم في الوظائف وفي المناصب العسكرية، وحتى أنه يبدو أنه أبدى بطولات وأبدى من الشجاعة ضروبا دفعت بمحرري جريدة الوقائع العسكرية العثمانية التي تنشر مجريات الحرب يوما بيوم، نشرت اسمه و نشرت صورته وتحتها عبارة تقول بير تمثال شجاعة، يعني نموذج الشجاعة. أنا كان شجاعا، هذا يعني مثالا للشجاعة. واشترك في حروب فلسطين حتى إعلان الهدنة في عام 1918، هذا فقط في جبهة بلاد الشام ومصر. أما في الجبهة الأوروبية فتتناول المذكرات بعض المعلومات عن هذا الجانب. شارك مهدي الرحال في هذه الجبهة ضمن الجيش العثماني في صد نزول الجيش البريطاني في غاليبولي. حقيقة معركة غاليبولي التي يعني تعد من المعارك الحاسمة والمهمة في تاريخ الحرب العالمية الأولى، لأن حاول البريطانيون من خلال استيلائهم على هذا الجزء القريب من إسطنبول السيطرة على المنطقة،
وإحداث كسرة يعني قوية في جسم الدولة العثمانية أو تهديدا خطيرا للدولة العثمانية. ودارت معارك طاحنة، ولكن البريطانيون خسروا المعركة وانتصر العثمانيون، وكان ضمن المنتصرين مهدي الرحال، كان واحدا من الذين خاضوا غمار هذه الحرب الضروس التي دارت. وهناك تعرف على قائد عراقي آخر هو يسميه ياسين البغدادي. ياسين البغدادي هذا هو ياسين الهاشمي الذي تولى رئاسة الوزراء في العراق فيما بعد، خاض معه غمار هذه الحرب، ثم خاض حروبا أخرى طبعا، ورقي في هذه المرحلة كما يذكر في مذكراته إلى رتبة عقيد ركن، وأرسل إلى جبهة غاليسيا في الأراضي النمساوية، وهناك خاض الحرب إلى جانب القوات الألمانية الحليفة للدولة العثمانية ضد الجيش الروسي. وكان مهدي الرحال واحدا من الضباط الذين التحقوا بإمرة ياسين البغدادي، ياسين باشا الهاشمي، ومبليا البلاء الحسن. في الجبهة الروسية انتقل الرحال ضمن القوة العثمانية إلى بلغراد عاصمة صربيا، وسلك الطريق، قطع بلاد هنغاريا المجر، وهناك اصطدموا بقوة روسية فأوقعوا فيها يعني خسارة كبيرة، وواجهوا هجوما روسيا هناك قوامه 4 فرق كاملة من الجيش الروسي القيصري. يذكر مهدي الرحال في مذكراته أن الروس استعملوا المدفعية بكثافة على جبهتنا كما يقول، وكانت مدفعيتهم دقيقة المرمى، وهي أفضل من المدافع العثمانية التي هي ألمانية أصلا، تنتجها كانت معامل جروب في ألمانيا. يقول كانت أدق وأقوى وتقرب من مستوى المدافع الفرنسية، يبدو أن المدافع الفرنسية هنا كانت قد حققت شيئا من التقدم في صناعتها. في أول أيلول من عام 1919 شن الروس هجوما مباغتا على الجيش العثماني، وكان هو واحدا من القوات، من الجنود الملتحقين أو من الضباط الملتحقين بهذا الجيش. ولذلك قدم لنا وصفا شائقا لهذه المعمعة، لهذه المعركة الطاحنة التي دارت بين الطرفين. المهم، حينما أعلنت الهدنة بين الدولة العثمانية ودول الوسط، يعني الدول المعادية لها فرنسا وبريطانيا وغير ذلك، كانت هذه الهدنة مرحلة تحول في حياته، في حياة مهدي الرحال كما يقول. ذهب إلى حلب، وهناك التحق بالثورة العربية التي كانت بقيادة الشريف حسين، وحضر المؤتمر العراقي الأول الذي دعا إلى تأسيس استقلال العراق وتأسيس الحكومة العربية بقيادة أحد أولاد الشريف حسين. والمهم، وهذا هو أمر فريد، أطلق على يعني التشكيل العسكري الذي نجم عن هذا المؤتمر تشكيل ما سمي الجيش العراقي. هذه أول مرة، يعني هذا قبل تأسيس الجيش العراقي كما هو معروف في 6 كانون. يعني كان هناك قوات عراقية وحديثة التشكل فيما يبدو، وطلب منه هو كما يقول الانضمام إليها. على أي حال، نختم هذا الحديث بالقول أنه عاد إلى وطنه أخيرا، إلى العراق، إلى بغداد، وكان واحدا من الذين سجلوا أسماءهم في أول سجل في وزارة الدفاع عند تشكيلها الأول، وصار من الضباط المعروفين، يعني سويت أمر، يعني أمر وضعه العسكري، وكان ضابطا. بعد أن تقاعد اشتغل في الأمور الزراعية، وانتهت سيرته كما ذكرت مذكراته. إلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.